مغفورة لك خطاياك. المرض وإن كان مهم جدا إن احنا نشفى منه، لكن شفاء الروح أهم من شفاء الجسد. 4 خطوات قادت الإنسان إلى خلاص: حب في قلب الأصدقاء، إيمان بلا رياء، طبيب يشفي كل داء، ومريض نال الشفاء. حب في قلب الأصدقاء. أحسن حاجة يعملها الإنسان هو أن يضع صديقه أمام السيد المسيح. رحبعام كان ابن سليمان، اللي خلى المملكة تنقسم هم أصدقاء رحبعام. كان فكرهم مش مظبوط، إيمان بلا رياء. في معجزة المفلوج، لولا إيمان الأصدقاء ما كانش هذا الإنسان المريض نال الشفاء. عندهم إيمان إن ربنا هيشفي هذا المفلوج. في معوقات الزحمة، يعني ممكن يكون الناس اللي حوالين السيد المسيح عائق لوصول الآخرين للسيد المسيح. حتى لو في زحمة، ربنا هيفتح باب تاني. فتح باب تاني لهؤلاء الناس، أعطاهم البصيرة الروحية. لكن البصيرة الروحية لهؤلاء الرجال الأربعة أعطت شفاء للمفلوج. اوعى رب أكون سبب في زحمة حواليك، أمنع الآخرين إنهم يوصلوا لك. الشاب الغني كان عنده إرادة قوية، وكلامه كان حلو مع السيد المسيح. نظر إليه السيد المسيح وأحبه، طريقته حلوة، وحافظ الوصية، لكن مضى حزينا لأنه هو كان معتمد على الأموال. طبيب يشفي كل الأمراض، طبيب نفسي شفى توما، طبيب روحي شفى بطرس، طبيب جسدي شفى المولود أعمى، شفى الأصم والأبرص. يقول الكتاب المقدس على ليديا: ففتح الرب قلبها، شفاها من المرض اللي كان موجود عندها، المعرفة الخاطئة. الرب قريب. بعض الناس تفهم يعني الرب قريب يعني he's coming soon. كلام ده مظبوط. الرب قريب يعني هو أقرب واحد لك، لو طلبته هيكون معاك. أنا أقرب لك من أي إنسان، الرب قريب. الكتاب المقدس يقول لنا عن داود: قام داود من النوم وقت المساء. الناس تقوم من النوم الصبحية، لكن الآية دي ما جاتش كده يعني محطوطة بالصدف، لا. قام داود من النوم وقت المساء، يبقى في حاجة هتتعمل غلط. وفعلا طلع على السطح، شاف زوجة أوريا الحثي سقط في خطية الزنا وقتل أوريا الحثي. قديس أغسطينوس بيقول لنا إيه؟ وأسفاه إنه من السهل أن تطلب أشياء من الله ولا تطلب الله نفسه. تتخيلهم بنطلب أشياء كتيرة من ربنا، لكن ساعات ننسى نطلب ربنا نفسه إن يخش في حياتنا. مريض نال الشفاء. في قصة جميلة جدا بتعجبني، قصة العشاء الرباني لليوناردو دافنشي. بيترو باندينيلي كان شماس كويس في الكنيسة، ليوناردو دافنشي جابه ورسم منه صورة المسيح، فبياخد أسماء الناس. ابتدى بالسيد المسيح ورسم الـ11 تلميذ، ناقص له بس واحد يرسمه في الصورة، هو يهوذا الإسخريوطي. قعد يدور على حد في الكنيسة ملقاش، اضطر يطلع بره في الشوارع
ولقى واحد متبهدل وشكله كده وحش قوي، قال له تعالى انا هدفع لك فلوس وعايز اقسم صوره يهوذا الاسخريوطي. فسمع كلامه وابتدى يرسم صوره يهوذا. وبعد ما خلص الصوره الجميله بتاعت العشاء الرباني، ساله ليوناردو دافنشي، قال له اسمك ايه علشان باخد اسماء الناس؟ قال له انا اسمي بيترو باندينيلي. قال له انا نفس الشخص اللي رسمت صوره السيد المسيح، هو نفس الشخص اللي رسمت فيه صوره يهوذا الاسخريوطي. قال له ايه اللي حصل؟ قال له انا كنت في الكنيسه وبخدم وبعدت عن الكنيسه، لما بعدت عن الكنيسه النعمه تركتني. يقول لنا يا بولس الرسول لا تهتموا بشيء، ترجمه بالانجليزي don't worry about nothing، او New King James be anxious for nothing. مش معناه لا تهتموا بشيء يعني ما تديش اهميه للشيء، لا، ده معناها ما تعولش الهم، ما تخافش، ما تكونش قلقان. قد جعلت امامك الحياه والموت فاختار الحياه لكي تحيا انت ونسلك. يعني ربنا اداني الاختيار واداني في نفس الوقت هو عايز مني ايه. بص يا رب، حتى لو كان قلوبنا مقفوله بالكامل، انت عارف عملت ايه بعد القيامه، دخلت العليه والابواب مغلقه، فادخل قلبي حتى لو كان مغلقا لكي تشفى النفس والجسد والروح.